اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودده وعلاه. ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه، ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية، وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.